مرحبا يا أطفالي الصغار، كيف حالكم؟ سنقرأ اليوم قصة جديدة بعنوان عقد الياقوت. ماما حزينة، لقد أضاعت عقدها الجميل، ولكنها بحثت عنه في كل مكان. غدا عيد الأمهات، ولكي لا تبقى ماما حزينة، أرادت سارة أن تقدم لها عقداً جديداً. في واجهة الجوهرجي أشياء رائعة كثيرة تلمع: سلاسل، خواتم، عقود، أقراط، أساور وساعات. تك 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 تك. في واجهة الجوهرجي أحجار من كل الألوان. تعرف سارة اسم كل حجر منها: الأحمر يدعى الياقوت، الأزرق يدعى السفير، والأخضر يدعى الزمرد. اختارت سارة عقد الياقوت، فهو حجر ماما المفضل. حضرة الجوهرجي، هل تستطيع أن تضع هذا العقد في علبة جميلة؟ في اليوم التالي فتحت ماما هديتها، فقفزت من شدة الفرح، وفرحت سارة لرؤية ماما تضحك مجددا. كل عيد وأنت بخير ماما.